القائد هي تحوز عيون الحد السادس أداء منتخبون السابع ممتلي المصالح الخارجية النصر هذه سي ممتل مديرية هي تشكل استثناء لماذا؟ لأنها تجمع بين جماعتين جماعة حضارية العين سيدي الملوك وجماعة قروية العين الأحجار حيث أن تقريبا 60% ديال التلاميذ الذين يلتحقون بهذه الدراسة ينتمون إلى ضوء العين التي تنتمي إلى جماعة حضارية العيون والمجموعة الأخرى تنتمي إلى جماعة عين الأحجار مجموعة من الدواوير البعيدة والتي تشكل نقطة التهاب هذه الجماعة أو هذه المدرسة يعني قبل سنوات كان عدد تلاميذها يتعدى 25 تلميذ اليوم إذا وفنا لهم يعني التعليم الأولي فهي تتجاوز 83 تلميذ حتى 85 تلميذ إلا أن هذا التطور من حيث عدد التلاميذ لم يوازيه التطور في تسهيل هذه المدرسة هي هذه فرعية في الشقيقة تشمل الوازان مع سيج لأنك كنت كتنتمي لجنة إن شاء الله وهذه القضية هذه كتشكل واحد العامة ولكن اللي كاين دابا اللي كاين دابا أنني نطمئنك بأن مدرسة عين الطفلة أو فرعية عين الطفلة الآن سيتم تأهيلها بالكامل فرعية الدوار ولاد سيدي عبد الحاكم وتم مدرسات أو فرعية المقلات فرعية ولاد براس ومدرسات ميم ميم بنو الهيثم وفرعية زورية بالنسبة لهذه المؤسسات وهي كلها فرعيات تعلمات هذا التسييج لان المدرسه الجماعيه الله يدعي على واحد الحاله اللي سميتها السنه المشترك 2022 انا غادي نعطيك المثال ديال تاع الفرعيات بالنسبه للفرعيه ديال المقداد الفرعيه ديال المقداد انا مشيت لها شخصيا مع الاسف ان ما كتوفرش فيها الشروط ديال مؤسسه تعليميه لأنها تفتقر إلى أدنى الشروط وهذا طلب تسييج أنا بالنسبة لي هذا الشيء أبعد ماشي غير طلب تسييج اللي خاص ديك المؤسسة أولا الموقع ديالها واحد البلاصة اللي منعزلة احنا كنطالبوا إنشاء مدرسة جماعية خاصنا وعاء عقاري أنتم كتزكيو الرأي ديالنا واش عندكم بروغرام تلفزيوني ديال هاد العام فيه مدارس جماعاتية وداخلة معاهم مدارس جماعاتية عندنا في الإخوة واش عندكم يعني حتى العام الجاي إن شاء الله من قبل لا ضرب داز مدارس جماعاتية هذا ما في أي سنة الدور ديالها وهذا عارفينو وكان ما عارفينوش ما غاديش نحطو كام عارفين إذا بغينا نهضرو مدارس جماعاتية راه ما غاديش نساليو حتى السيد جماعاتية مثلا غادي نعطيو المثال ديال مدرسة موسى بن موسى جماعاتية هذه المدرسة كاينه واحد الشراكة كدار ما بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وما بين الجهة أعداد ديال التلاميذ اللي غادي يجيو لا لا واصل عام ثاني مازال ما فهمتش واصل عام دابا حنا باش غادي نبقاو تولينا المساطر تاع التمويل ديالها ما عندنا داك الشيء عندنا الفكرة بالمساطر تاع التمويل المجلس راه عارف شنو راه دابا انتوما وشنو هو الدفع اللي غادي تقدروا تدفعونا بها لا باش تقول لي روح الاكاديميه لا سيدي الرئيس لا سمح لي ما تصلحيش دابا حنا بالنسبه لنا المدرسه الجامعاتيه نتوما فاش تقدروا تفيدونا بها باش نطرحوها على المجلس يناقشها ونفوتوها بالنقطه دابا اذا غادي نهضروا على المدرسه الجامعاتيه الطريقه تاع التمويل ديالها فين غادي ندقوا فين هذا المجلس راه عارف شنو غادي يدير ما عرفناش حتى يعني السؤال يعني بالنسبه للنقطه حول ماذا واش حول حول كاين حول سير تاع الحافله سير ذاتي ديال الجماعه حنا كنتظروا واحد الملحق اللي كانت هضرت عليه الاستاذه وهضروا عليه الناس ديال العماله صيفطوا للجهه على حسب واحد الملحق تعديلي باش يحق للجماعه تدير اتفاقيات مع الجماعه ما عرفناش فين راه واصل هو مراسل جزاء فيها حول هذيك المنصات اللي فلاحيه المنصات الفلاحيه والمناطق السقويه اللي عندنا في جامعة عين الحجر راهم مناطق اللي باينين وعندهم مازون ايدي عندهم في بلون في بلون ايديكاسيون عندهم كاين استرجاع
مراسلة وزارة الفلاحية وزارة الفلاحة من أجل إحداث منصات مائية بكل من المهيريس والقسالية والإنسان وتأهيل الفلاحية تزيد دورة الزراعة وتأهيل الفلاحية جمهوريتي مديرية لأنه كاين مجموعة ديال المناطق اللي كان ديال المعلومات هذاك اللي كان الدور تاع هذه كانت عالية الدور تاع الدور تاع السكي الرأي ديالك حيت المدير الإقليمي يعني زون إيديكي راه معروفين في قبور هادو كيتمثلوا إخوان ديالو بعض النقاط اللي غالبا غادي يكونوا داخلين في زون إيديكي منطقة تاع إرسان كانت ثقافية منطقة ديال بهريز كانت ثقافية منطقة تاع الإسكندرية كانت ثقافية تقدر تعطي الهيبه ولا غير في المنطقه اللي يكون ما فيهاش الماء الا هما غادي يجيو اول غادي يدير واحد الطرق استكشاف الا كان داك الطرق استكشاف فيه الماء هذاك هذاك غادي يجي يقول لك اودي واحد هذا العقار هذا كاين فيه دابا الماء لانه الاشغال ديال البنايات تمت في شهر مارس 2021 دونك باقي غير الموارد البشريه باش تجي تخدم ونصار ماشي دوش بيهم بالنسبة ل احنا دابا مرتبطين بالتجهيز ما عارف المارشي ديالهم كما تعرفون شي حاجة بالنسبة راه كيبقى جمعية خاصة السيد هي اللي تدبر أما بالنسبة للمركز الصحي راه ديال تابع لوزارة الصحة دونك خصنا المواد البشرية اللي تابعين وزارة الصحة تابعين الجامعة ديالنا نوجدوا هذاك الوعاء العقاري المناطق اللي غادي تحت فيهم الوعاء عندكم نوجدوا ونوجدوا ملفات تقنية تاع هذا المناطق. Tá bom, tá bom.